أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن حل الأزمة السورية مرهون بعملية سياسية شاملة، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة سيمنع ظهور تنظيمات إرهابية جديدة. هذا هو الوضع الحالي في سوريا، به انقسامات وتفكك، وسيكون الوضع خطر جدا إذا ترك على هذا النحو ولم تعد الوحدة والسيادة للبلاد من خلال التعاون. فقد نجد بلقنة وانقسام أو حالة بلقنة متأخرة ناتجة من الانقسام، وأنا أؤمن أن كل البلدان ذات الصلة لا تريد ذلك، والحل هو العملية السياسية وعملية سياسية شاملة تثمر عن دستور جديد. والقضية ليست الأشخاص، ولكن القضية هي دستور سياسي جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة رئاسية وبرلمانية، وهذا قد يجنبنا ظهور داعش جديدة والتي ستستغل الانقسام. والانتخابات قد تعطي فرصة حقيقية للعملية السياسية لتصبح الحل.